يقول: ما حكم القراءة من المصحف في صلاة القيام، علما بأني أراجع ما حفظت في صلاة القيام، ولعلي أقف عند آية فأحتاج أن أنظر إلى المصحف حتى أصحح الآية؟ لا بأس بالقراءة من المصحف في صلاة القيام إذا كان أسهل عليك وأيسر لك، لا بأس. وإن قرأت من حفظك من الآيات مما تحفظ بدون مصحف فهذا أحسن، أنك تقرأ من حفظك، وإن قرأت في المصحف فلا بأس. نعم.